السلام عليكم. طبعا أداة ثانية واستخدام ثاني وتطبيق ثاني إن شاء الله في اللي هو مساق إدارة المعرفة. هاي المرة رح نتعلم كيف نرسم اللي هي decision trees ونسوي application، بس بمجرد اللي هو رسم decision tree. طبعا طريقة اللي هو كتابة decision tree احنا تعلمناها خلال اللي هي المحاضرة، فهوني راح بس نستخدم اللي هو التطبيق بس مش اكتر. تطبيق اللي هو زينج تري من البرامج كتير ممتازة صراحة، حلو وبسيط وسهل وبيساعدك بشكل كتير كبير انك تعمل decision tree اللي انت بدك اياه. طبعا هنبلش معاك وخطوة بخطوة من الصفر. راح ابلش هون start now for a free trial. ماشي، طبعا راح يطلب بريدك الالكتروني 30 دي فقط free trial. طبعا احنا راح نستخدمه بس اللي هو المشروع. بدي احط اللي هو ميلي رامي جيلي at bbo.edu start my free trial. طبعا راح يبعث لي اللي هو verify my account. ماشي، verify my account. هون في بعض اللي هي الاجراءات البسيطة اللي انا بدي اسويها. secure password، بدك تكتب password تكون قوية، بدك تكتب اسمك organization اللي هي مثلا BBU. ماشي، اللي هي BBU it's a school administration personal student project، او خلينا نحكي student project بيكون احسن. بعدين نضغط على continue. طبعا هون اذا بدك انت تعمل اللي هو authors لاشخاص تانيين يساعدوك في الكتابة، طبعا اللي هم بيكون اعضاء الفريق، من هون بتقدر انك انت تدعوهم للي هو البروجكت اللي انت بدك تسويه. طبعا راح اروح مباشرة للي هي الويلكم بيج. في الويلكم بيج بحكي لك كيف او شو اللي عمالهم هم بيسووه. كل نود من هاي النودز برقمها في رقم. ماشي، كل نود من هاي النودز برقمها في رقم. وانتو عارفين في الديسيشن تري انه في يس نو الاجابات اللي بتكون موجودة على اللي هي فروع الشجرة. طبعا اذا جيت على البيج الرئيسية هاي في كتير خيارات. بعطيك مثال على الديسيشن تري، بحكي لك كيف سواها. طبعا هذا الابليكيشن اللي بيكون موجود في اللي هو النهاية بعد ما تسوي اللي هي decision tree. ممكن تحضر فيديو، ممكن يحكي لك كيف ترسم اللي هي شجرتك، ممكن كل الخصائص كل الشغلات بتقدر من هون انه انت تفهمها. الموضوع مش كتير معقد، بسيط كتير. بدنا نروح على my trees. طبعا في gallery في اللي هي الامور الجاهزة هاي. ماشي، بدك decision tree ل support ل call center ل retail ل sales ل medical ل training. ماشي، طبعا كلها هاي بتكون جاهزة. احنا ما بدنا واحدة جاهزة، بدنا نسوي احنا decision tree اللي بدنا اياه. ماشي، no trees in our organization. بحكي لك انه لحد الان ما فيش ولا اي decision tree انت عملتها، فبدنا نروح نبلش نعمل creation of a new tree. طبعا قبل ما نبلش يا جماعة نعمل اللي هي تري هوني بدنا نكون رسمينها على ورقة. ماشي، مجهزين اللي هي decision tree، متأكدين انها سليمة صحيحة ما فيش فيها اي مشاكل. create a new tree. شو type of this tree؟ طبعا مهم هذا الاشي. في اكتر من طريقة بتقدر من خلالها انه انت تعمل اللي هو decision tree. ماشي، اسهل واحدة وابسط واحدة اللي هي الطريقة الاولى، انه انت تستخدم اللي هو زينج تري ويزرد. ويزرد جاهزة بسيطة سهلة ما فيش فيها اي مشكلة. لو قدام شوي ممكن تستخدم اللي هو الفيجوال، اللي هي الفيجوال انك تصير ترسم الخريطة او ترسم اللي هي decision tree بنفسك. خلينا احنا في المستوى المبتدئ ونستخدم اللي هو هذا الفورم. اول اشي بحكي لك انه شو التري نيم. مثلا بدي احكي انا في مثال اخذناه اللي هو student loan، اللي هو قروض الطلاب. طبعا شو اللي بدك يكون buttons or panels، بدي اخليه buttons. description this decision tree help
students determine amount of loan they will got. ماشي decision, sorry decision tree. الاونر اللي هي البي بي يو. create a tree. ماشي create a tree. طيب go to wizard مباشرة. طبعا بحكي لي شو اللي موجود عندك, شو الخطوات اللي تسويها, او يمشي مع خطوة خطوة, بورجيك فيديو كتير حلوة خدمتهم في الشركة هذه. لا go to wizard. المميز في الموضوع انه اي شيء بتسويه هون ببين اللي هو في الليف فيو. يعني هون مثلا شو اللي بده يكون موجود عندك في الويلكم بادي. this مثلا بدنا نكتب مقدمة عامة. بدنا نكتب مقدمة عامة. this decision tree. طبعا تقدر من هون تضيف صورة, تغير الخط, image, video, ايش ما بدك. this decision tree is designed to help students. طبعا هذا ما سيظهر للشخص اللي بده يستخدم decision tree الخاصة فيك. to help students determine the amount of loan they will got. ماشي they will got. طيب your first question to ask. شو اول سؤال بدنا نسأله؟ بتذكر احنا كنا نسأل عن اكتر من شغلة, بس هون بدنا نخففهم شوي عشان على السريع نعمل اللي هو المثال. sorry first question to ask اللي هو سؤال رقم واحد اللي هو what's your average. ماشي what's your average, شو اللي هو معدلك في الانسر. تقدر تحط لحديت 50 خيار. شايفين تقدر تحط لحديت 50 خيار. انا بدي احط خيارين اكبر من 90. شايفين صار زر عندي انتر اقل من 90. ماشي هاي السؤال الاول what's your average, شو معدلك, يا اكبر من 90 يا اقل من 90. save and continue. لحد الان عندي سؤال واحد what's your average okay. وعندي اللي هو خيارين اكبر من 90 واقل من 90. هلا هو مباشرة بيجي بيسألني, وهون ضروري تكون راسم اللي هي decision tree. اذا اكبر من 90 شو يعمل؟ يعطيني جواب مباشرة ولا يروح يفحص اشي تاني؟ ماشي اذا اكبر من 90 بدناش نخربط, شو يسوي؟ بده يروح يفحص اشي تاني. تتذكروا؟ طيب what about your family, ديش انا احط اجابة. how many brothers do you have. ماشي how many brothers do you have. طبعا هاي اللي هي مقدمة عامة. هون السؤال number of brothers is, الإجابة بدها تكون أكبر من أخين, أكثر من أخين, أو أقل من أخين. ماشي save and continue. طيب هلا شايفين بضلوا ماشي عبين ما يخلص كل اللي هي الإجراءات. what's your average, إذا كان your average أقل من 90. ماشي إذا كان your average أقل من 90 شو يسوي؟ برضو يروح يفحص صح؟ تتذكروا برضو يروح يفحص انه عدد اللي هو الاخوة. فانا بدي اختار use an existing note. what about your family, save and continue. طيب هلا الوزارد بتضلها ماشية معك. اذا كان معدله اكبر من 90 وعدد اخوته اكبر من 2 شو يسوي؟ هوني خلاص offer a solution. ماشي هوني offer a solution. طبعا في offer a solution بنحط مثلا you will got C loan. ماشي انت حصلت على قرض من اللي هي فئة C او من اللي هي فئة A او اي شيء حسب اللي هي decision tree. طبعا هون نقدر نكتب له كم من شغلة. loan A is about 90% of your, يعني بنكتب له تعليمات إضافية of your overall tuition قسطك بشكل عام. example if your t
تيوشن از مثلا 700 دولار، then او 700 دولار فاصلة you should now be اللي هو 700 ضرب 90% ماشي نقطة او اي شيء اخر انت بتلاقيه مناسب. ماشي، هذا اللي هو الخيار save and continue. طيب اذا كان اكبر من 90 ولكن عدد اخوتك اقل من 2، ماشي اقل من 2، offer a solution. ليش ما حطيتش use an existing node؟ ليش ما حطيتش مثلا you will get an A loan؟ لانه اقل من 2 مش نفس النتيجة. offer a solution مثلا you will get B loan. ماشي B loan، طبعا المميز فيه انه بيحفظ الكلام، هذا اشي كثير ممتاز. هون نفس الشيء بنكتب normally B loan is about مثلا 70 أو 60% from tuition ليش بدل يجيب لي sorry tuition for example if your overall tuition is $700 then you will have to pay مثلا 700 ضرب 60% او اللي هي المعادلة اللي احنا بدنا اياه. ماشي save and continue. طيب ضل في اشي؟ لا، هيك صرنا جاهزين. ماشي هيك صرنا جاهزين، اللي هو عدد الافرج اكبر اقل، عدد الاخوة اكبر اقل. طبعا دير بالك هاي المود التمبلت بتضل ماشي معك عبين ما كل النودز تكون لينكد، انه ما يكونش في اشي ملوش نتيجة. ماشي ما يكونش في اشي ملوش نتيجة. شايف شو اللي بفهمه من هوني؟ السؤال رقم واحد هو اول سؤال، الريزلت فيه اللي هي سؤال تاني. ماشي شايف اللي هو السؤال هذا. سؤال رقم 2 ايضا ريزلت فيه سؤال، هوني هاي اجابة وهوني هادي اجابة. ماشي هادي هوني ايضا اللي هي اجابة. هيك انت صرت جاهز. بنروح هوني وبنضغط على اللي هي بريفيو. ماشي بريفيو من التولز على اساس نشوف اللي هو سؤال student loan welcome this is designed to help students. تتذكروا اللي حكيناه. what's your average مثلا my average اكبر من 90. the number of brothers is انا عدد اخوتي مثلا اقل من 2. you will get a B loan normally B loan blah blah blah. ماشي view on mobile تقدر تشوف وتختبره في اللي هي شايفين الموبايل back okay this is not خلينا نرجع نعمل بريفيو من اول جديد. بتشوفها في الموبايل كيف بتبين. what's your average my average is اكبر من 90. the number of brothers is اقل من 2. اذا you will get a B loan. شو ال B loan وشو اللي بيسويها؟ بقدر اعمل باك 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 وبرجع للصفحة الاولى. اقل من 90 اكبر من 2، بضل امشي باللي هي الطريقة هاي. طبعا بعد ما اخلص كل اللي هي الامور هاي بقدر اعمل بعد ما اختبره كل شيء تمام بقدر اعمل اللي هو الببلشنج لينكس على اساس انه انا اعمل ببلشنج للي هي هذا الديسيشن تري. طبعا هون بحكي في كتير شغلات ممكن انه انا استفيد منها. وين بدك اياها؟ انه الزنج تري هو اللي ياخذ لك او يحفظ لك اياها، او ممكن انت بدك تعمل امبيد لها في صفحه عندك ووردبريس. اذا بدك
بدك اياها، الكونتاكت سنتر، يعني كتير في شغلات بتساعدك وبتفيدك في عملية اللي هي المشاركة. طبعا احنا هنختار اللي هو الخيار الاول على اساس انه اي واحد يجي يقدر يستخدمها من اللي هي هوني او من اللي هي الزنج التري. هذا كان شرح مفصل عن موضوع زنج تري وكيف نستخدمها. زي ما حكيت لكم بحاجة لمتابعة وبحاجة لانها ديسيشن تري تكون جاهزة ودقيقة وما تخربطوا لما بتتذكروا كيف اشتغلنا اللي هي النقاط الكتيرة. شكرا جزيلا لكم وان شاء الله بتكونوا استفدتوا ويعطيكم الف عافية.